قصة الذي أصيبت امرأته يوم ذاك. تدور أحداث هذه القصة حول رجل من المشركين يتبع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وجيشه، وأصاب منهم الصحابي الأنصاري عباد بن بشر. وسبب حدوث هذه القصة عندما توجه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال بني محارب وغطفان، لم يجد منهم أحد وهربوا خوفا من مواجهته، ووجد نساءهم فجعلهم سبايا. وقد ذكر الواقدي عن عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه حديث صلاة الخوف بطوله قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محالهم نسوة، وكان في السبي جارية وضيئة، وكان زوجها يحبها، فحلف ليطلبن محمدا ولا يرجع حتى يصيب دما أو يخلص صاحبته. تاريخ وزمان ومكان حدوث هذه القصة. التاريخ: كان أثناء غزوة ذات الرقاع، والزمان: كان في ليلة ذات ريح. أما عن المكان، مكان يطلق عليه شعب نام النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو وجيشه في هذه الليلة. والطرف الأول في هذه القصة يتمثل في الصحابي الأنصاري عباد بن بشر رضي الله عنه، وكان موقف قتله ضعيف في هذه اللحظة، فكان منشغلا بالصلاة ليلا في حراسته لجيش المسلمين ليلا. وكان هدف وجود الصحابي في مكانه هو أداء واجبه العسكري الذي كلفه به الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية الجيش من أي اعتداء من المشركين أثناء نومهم في هذه الليلة. أما الطرف الآخر هو رجل من المشركين كان موقفه أكثر قوة من موقف الصحابي لمراقبته للصحابي من مسافة بعيدة، مستفيدا من حلول الليل ليكون قادرا على الاختباء والهرب، ومستغلا أيضا انشغال الصحابي بصلاته في الليل. وكان هدف الرجل المشرك هو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل وإصابة أي أحد من أصحابه، وتخليص زوجته من السبي والأسر. نتائج هذه المواجهة: أما عن نتائج هذه المواجهة، قال محمد بن إسحاق: حدثني عمي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر هذا الرجل المشرك بالخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكنا بفم الشعب من الوادي، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. فلما خرج إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجر: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرمى بسهم فوضعه فانتزعه ووضعه وثبت قائما. قال: ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت. قال: فوثب الرجل، فلما رآهما عرف أنه قد نذر به فهرب. ويتضح مما سبق ذكره أن الرجل المشرك رمى الصحابي عباد بن بشر بثلاثة أسهم، رمى به السهم الأول فأصاب به الصحابي وهو يصلي، فانتزعه الصحابي من جسده وأكمل صلاته ولم يقطعها، فأكمل الرجل المشرك رميه بالسهم الثاني فاخترق جسد الصحابي، فلم يقطع الصحابي صلاته وانتزع السهم من جسده أيضا، فرمى بالثالث فاخترق أيضا جسد الصحابي فانتزعه من جسده ونزل على الأرض نازفا في دمه، حتى رآه الصحابي المهاجر عمار بن ياسر. قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أحببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفزها، فلما تابع على الرمي ركعت فأذنتك، وأيم الله، لولا أن أضيع ثخرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. وهكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، وقد رواه أبو داود عن أبي توبة عن عبد الله بن المبارك عن ابن إسحاق به، وقد ذكر الواقدي عن عبد الله العمري عن أخيه عبيد الله عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خواد عن أبيه حديث صلاة الخوف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محالهم نسوة، وكان في السبي جارية وضيئة، وكان زوجها يحبها، فحلف ليطلبن محمدا ولا يرجع حتى يصيب دما أو يخلص صاحبته.